سلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه وبالسلامه وباي حاجه زوينه كتمنوها. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله بغيت ندير الحلوه ديال البالمي، وبغيت نشارك معكم الطريقه اللي غادي ندير. فهنا اول حاجه عندي دقيق، هنا عندي تقريبا 6 ديال الكيسان بالعبار بالكاس ديال العنبه، هنا عندي تقريبا 4 كاس ديال الزيت، ممكن نديرو حتى لنص كاس. عندي قبيصة ديال الملحة، وعندي معلقة كبيرة ديال السنيدة، وهنا عندي تقريبا 150 غرام ديال الزبدة ديال التوريق. انا درت هاد الماركة ديال لدة، هي اللي غادي نورق بها. وغادي نحتاجو الماء بارد، فدابا غادي نقولو بسم الله وغادي نبداو. ندير المقادير هما الاولين، غندير الزيت وغادي ندير هنا قبيصة ديال الملحة، وهنايا عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده. دابا غادي نبسس هادو كاملين، تخلط ليا الزيت كامله مع الدقيق، وغادي نرجع نجيب الماء بارد باش نعجنها. صافي، هنا غادي نبدا نجمعها ونخليو العجينه تكون قاصحه، ما تكونش رطبه. انا هنا عندي الماء بارد ديال الروبيني، ما ندفيو ما والو. صافي، نجمعوا العجينه ديالنا، نديروها في شي بلاستيكه ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق. صافي، لما نصيبو الزبده نجمعها وغادي نرجع معكم. صافي، انا جمعتها، ما دلكتها ما والو. غادي نجمعوها هكا مزيان، غادي نديرها في شي بلاستيك الغذائي. صافي، وغادي نخليها ترتاح. هنا غادي ناخذ هاد ناخذ الزبده، غادي نحاول نبسطها. انا غادي ندير الورق ديال الزبده حيت هادي صغيره. صافي، غادي نبسطها كامله فيها على ما ترتاح ليا العجينه ونرجع معكم. Thank you.
انا غادي نكمل حتى نقاد هاد الكمية على شكل مستطيل صافي. غادي نرجع معاكم باش نكملو الفرن ديالنا. صافي على الشكل هذا. صافي دابا خليناها رطبت شويه. صافي حينا من البلاستيكه غادي نسرحوها على شكل مستطيل صافي باش نديرو فيها الزبده من بعد ما سرحناها. صافي هي كملناها دابا غنديرو عليها الزبده. صافي بهذا الشكل هذا وغادي نردو عليها الجهه الاخرى. صافي دابا غادي نردو عليها الجهه الاخرى. صافي نحاولوا نثبتوها مزيان من الجناب باش ما تخرج ليناش الزبده. صافي ونرجعوا نسرحوها. صافي انا كنسرحها حيت شويه كتلصق ليا غادي ندير ليها طحين. صافي بهذا الشكل هذا ودابا غادي نسرحوها غير بشويه باش ما نخرجوش الزبده. نسرحوها على شكل مستطيل صافي ونبداو باش نتنيوها. صافي دابا غادي نتنيوها. حاولنا نسرحوها باش ما تخرج ليناش الزبده من الداخل. صافي ودابا غادي نتنيوها. صافي دابا غادي نبداو باش نتنيوها. غنحاولوا نتنيوها على ثلاثه صافي باش كنختصروا. دابا غادي نرجعوا نيت نحطوها بالجهه ديال الطول باش تجي لنا مستطيل ونعاودوا عاوتاني نسرحوها. تقريبا غادي نديروا هذه الطريقه ثلاثه حتى لاربعه ديال المرات باش كتجينا مورقه وكنختصروا فيها بزاف ديال الوقت. صافي غادي نكملوا لهاد الطريقة هادي حتى نسالي. صافي ونرجعو معاكم. صافي درنا دابا ورقناها ثلاثه ديال المرات. درت عليها هنايا البلاستيك الغذائي. درت ليها شويه ديال الطحين من تحت باش ما تلصق لياش. صافي وغادي نخليها تقريبا شي 10 دقائق غير ترتاح صافي ونرجعوا باش نقادوها. صافي دابا رجعنا معكم. خليناها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق غير باش تعاوننا باش نسرحوها. صافي وغادي نسرحوها دابا. صافي سرحناها على هذا الشكل هذا. دابا غادي نديروا ليها سنيده صافي باش ملي نسرحوها تعاوننا وحتى تشد فيها مزيان. صافي بهذا الشكل هذا. انا غادي نحاول نقلبها وندير ليها سنيده حتى من الجهه التحتانيه صافي وغادي نكملوا نسرحوها. صافي غندير سنيده حتى من هنا بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نحطو العجينه. صافي دابا غادي نكملو. غادي نسرحو فوق السنيده باش تشد لينا فيه مزيان وحتى باش تجينا العجينه شويه رقيقه. ما غاديش نرققوها بزاف تقريبا واحد جوج حتى ثلاثة ديال السنتيم
صافي باش تجينا مرقه وتجينا زوينه. صافي دابا غادي نبداو نتنيوه على هذا الشكل هذا. انا صافي غادي نتنيها عند الجهه اللي القدام. صافي غادي نكملو بحال هكذا نتنيوه نفس العدد، يعني كيما هاد الجهه كيما هاد الجهه. صافي وهذه دابا غادي نديرو وحده فوق الاخرى. صافي بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نبداو ان شاء الله باش نقطعوه. صافي دابا غادي نبداو نقطعوه. صافي بهذا الشكل هذا انا غادي نهزو وغادي ندير في اللاطه. الا درتو في اللاطه نيشان دهنوها بالزيت، درتو فيها الوراق ديال الزبده راهما غادي كافيين. صافي انا غادي نكمل بحال بهذا الشكل هذا وغادي نرجع معكم. صافي انا غادي نكمل ليها التقطاع بهذه، جاتني حسن ما من الموس كتقطع خيار. صافي بهذا الشكل هذا وانا كنديرهم في اللاطه. صافي انا درتهم هكذا في اللاطه، كنحاولوا نباسعوا ما بيناتهم ما نديروهمش مزاحمين. صافي هكا باش كيطلقوا كياخذوا بلاصتهم. انا هنا درت الورق ديال الزبده كما قلت لكم، ممكن نديرو غير في اللاطه نيشان كندهنوها بالزيت. صافي دابا غنسخن الفران وغادي ندخلهم باش يطيبوا. صافي هنا بقى ليا هاد الطرف هذا ديال العجينه خليته، انا غادي نقسمه منصه وغادي نحاول نروليه ونديرو شكل اخر من هكذا. قطعهم غير هكا بالطول. صافي غادي نلويهم بهذا الشكل هذا. صافي ونديروهم في اللاطه. دابا غادي كما قلت لكم غادي نسخنوا الفران وندخلوا هادو باش يطيبوا. صافي ونرجع معكم باش ندخلوا حتى هادو. صافي انا دخلتهم للفران، العافيه تكون لتحت. صافي وغادي نخليهم باش يطيبوا. صافي المشاهدين وصلت معكم النهايه ديال الفيديو والنهايه ديال الوصفه ديالتنا. لي بالبي ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، تيجيو خفافين ومقرمشين. كنتمنى باش تعجبكم هاد الوصفه وتعجبكم الطريقه اللي درنا. ونقول لكم مع السلامه ان شاء الله حتى الفيديو اخر.